طيب خليني اقول مو لحضراتكم صلاح. كمان، انا محمد صلاح. طبعا الصحف الانجليزيه بتتغنى بمحمد صلاح بعد هدفين ويست هام يونايتد، او الهدفين اللي جابه محمد صلاح في ويست هام يونايتد، وكل الاخبار او الصحف بتتكلم انه ازاي ده صلاح اللي انتوا بقالكم فتره بتقولوا عليه، صلاح مش في مستواه، صلاح مش مركز، صلاح مش ده نفس صلاح اللي كان بتاع الموسم اللي فات. كل الصحف الانجليزيه بتتكلم ان حتى لو ليفربول دلوقتي مش في افضل حالاته، وانه يورجن كلوب بيعاني، وانه طبعا في مشاكل في الاصابات وخصوصا في خط الدفاع من ساعة ما فان دايك اتصاب، ولكن محمد صلاح في حتة تانية خالص. ويمكن ده اللي مخوف شوية جماهير ليفربول، انه هو هل فعلا محمد صلاح خلاص ما بقاش اقوى او اكبر من ان هو يلعب في نادي زي ليفربول، والمفروض يروح نادي تاني سواء كان بقى برشلونة او ريال مدريد او غيره، وانت مش مع ان هو يسيب ليفربول؟ طبعا، بس انا بشوف انه العناوين اللي كتبتها اهم الصحف الانجليزية رد اعتبار او جزء بسيط من رد اعتبار لمحمد صلاح بعد ما تعرض لمحاولات كتير جدا للهجوم وللتشكيك في قدراته. يعني هقول مع حضراتكم مثلا مترو كتبت صلاح لحظه سحر، صلاح المذهل يلمع في عوده ليفربول لمستواه المخيف. مترو بتقول صلاح بعيدا عن مستواه، لانه ده كان اللي بيتردد طبعا في الفتره الاخيره، او السؤال اللي اتكرر كتير جدا، انتظر دقيقه إنه لاعب عالمي. صلاح بكده بيرفع رصيده في الموسم ده مع ليفربول ل 21 هدف. آي سبورت كمان كانت بتتكلم تسديدات صلاح أسقطت ويست هام. كل العناوين بتاعت الصحف الحقيقة ما اهتمتش فوز ليفربول بقد ما اهتمت ببصمة محمد صلاح في ماتش ليفربول وويست هام، ويمكن دي تكون بداية مرحلة استقرار بقى، لأنه أنا بيتهيألي إنه لعيب يبقى عليه الضغط الإعلامي ده طول الموسم، سواء من ناحية انتقادات أو سواء من ناحية توتر علاقته بناديه، أو بالتأكيد لازم إن هو يأثر على مستواه. لكن ده، وهنا بقى بتفرق العقلية اللي بكلم حضراتكم عنها دايما، ما أثرش على صلاح، وإن شاء الله بإذن الله يكون واحد من نجوم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي المرة دي كمان.